Good afternoon, سنابيين الحلوين، شلونكم؟ أخباركم؟ اليوم شوية بدينا متأخر. طاقم العمليات المركز الأمريكي للعيون والشبكية في أربيل، دكتور حسن البحراني. هذا ريد سنابر. شوف أنا تحضير المرضى. سنابيين الحلوين، اليوم حلقتنا من ساندي بيل من المركز الامريكي للعيون ساندي بيل. أنا اسمي ساندي بيل، هلموا إلي تعالوا، أنا صوت محبة ينادي ويدعو لخير الكون. هسا خلصنا العملية الأولى وحبيت أشارككم بهذا. هو هذا التليف يصير على الشبكية اللي يسبب انفصال الشبكية التكراري الـ PVR. إذا تشوفون إش قد صغير وإش قد يعني شيء تافه بينما يأثر يسبب العمى إذا لم يعالج ولم يستأصل من الشبكية، فتخيل شيء إش قد صغير وإش قد بسيط يمكن أن يؤدي إلى العمى. فالحمد لله والشكر تمت العملية بنجاح لهذا المريض، خلصنا العملية وإن شاء الله نتابع ويانا العمليات الأخرى من المركز الأمريكي. شكرا. وهكذا تعلمنا اليوم من ساندي بيل الجد والإخلاص بالعمل. يا أيها المستمعين الحلوين، نراكم في وقت لاحق إن شاء الله غدا احتمال. عمودان بدو صوزيو كان تلو تابرو كيشو غرون زيادة مدوانا عادتا لدخوش وعادتا لدورو بطان وحافيظ لايسو در نفيس.